والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة ولولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف يرضي.